يطلع خلاص. عادل وعمي ابو علي اختلفوا وللامانه رجعنا للفيديو اللي سجلناه، رجعنا لتقنيه الفار وبعد العوده لتقنيه الفار اكتشفنا ان اللي وطى على كلمه احمر قبل عدل عمي ابو علي. طيب طيب يا جماعه الخير انا كنت اضحك اياكم، تبون الجد 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 يا جماعه الخير تزعل عمي ابو علي، ان اللي وطى على كلمه احمر عمي ابو علي. عدوله ايش فيك عدوله؟ ايش فيك اليوم؟ ايش فيك اليوم؟ مبعدل ليش مبعدل؟ والله بس مبعدل والله والله ان اللي وطى على كلمه احمر عمي ابو علي قبله انا قبل. خلاص تريح بعدين تشوف الفيديو تعرف. يلا يلا الحين تأهل عمي ابو علي. ايوه الفريق ذا تأهل من عمي ابو علي. لا مرتضى احنا واحد وهم واحد. ايه وزجر انت ايه الحين ابو دويش والنوري. يلا ابو دويش ابو دويش ابو دويش مستعدين اول ما حط صب عاد نوري. هلا